كشفت صحيفة النهار الكويتية أن دراسة أكاديمية أظهرت أن المجتمع الكويتي يعاني من تزايد معدلات العنف بمختلف أشكاله، سواء العنف الأسري أو العنف المؤسسي داخل مؤسسات الدولة أو العنف المجتمعي في الشوارع والأماكن العامة. وكشفت الدراسة التي أعدها أساتذة علم الاجتماع بجامعة الكويت أن العنف اللفظي والجسدي منتشران بشكل كبير داخل المجتمع، وأشارت إلى أن 83% من المشاركين فيها يرون أن العنف البدني ازداد في المجتمع الكويتي. وتضيف الدراسة أن 88% يعتقدون أن الناس أصبحوا كثيري الانفعال في الشوارع والأسواق، بينما يخشى 72% من المستطلع آرائهم التعرض لأحد أنواع العنف في الشارع أو في السوق. ونوهت الدراسة إلى أن المجتمع الكويتي يتميز بأنه محافظ، وأن المؤشرات الكمية التي خرجت بها الدراسة لا تعكس واقعا حقيقيا، حيث أن هناك بعض القيود الاجتماعية التي تمنع البوح بأشكال العنف ودرجاته عند بعض المواطنين. هذه نشرة مستمرة مشاهدينا وفيها بعد.